رجعتلكم بفيديو جديد من قناة إسرائيل. اليوم رح نلعب لعبة بيكاكسي. واليوم طبعا رح أورجيكم وحشرح لكم المهام الجديدة تبع تحديث ميراكيلوس الدعسوقة ليدي باج مارينيت اللي بدكم تسموها. صح؟ أخي الصغير كثير بيحب ميراكلس، صار بتفرجها معي لأن أنا صرت بتفرج عليها كثير هالفترة، خصوصاً التحديث ميراكلس وكذا، فصرت بتفرج لها. أنا حالياً بالحلقة العاشرة أو أيوة لساتني بالحلقة التاسعة. أوكي توني خلصتها قبل ما أصور هذا الفيديو يعني، وهلأ رح أتفرج بعد ما أخلص هذا الفيديو رح أتفرج على الحلقة العاشرة من الجزء الأول. فلسه جايز، طبعا لما كنت صغير تفرجت على الجزء الاول والثاني وبس، اعتقد انه بس الاول احس، ما بتذكر، بس ما تفرجت على الجزء الثالث والرابع والخامس وما ادري السادس كمان. المهم في كثير اجزاء ما بينتهوا لسه لحد الان بتكتمل، بس المهم وهلا عم عيد اتفرجنا من الجزء الاول للجزء السادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر ان شاء الله. واخي صغير كثير بيحب القط الاسود، صح؟ المهم فهلا يا جماعه طبعا خليني ابلش اورجيكم المهمات الجديده. فا اوكي عندنا طبعا يا جماعه اول شيء هذا اوكي، هذا طبعا هو المكان تبع المهمات بتاعهم، بروس مكتوب عليه Miraculous Ladybug. صح تعال انت بتحب القط الاسود؟ يس. قول القط الاسود. قط اسود. سلطان حاليا لابس ملابس بلون ابيض، فانت حاليا قط ابيض مو قط اسود، صح؟ لا قط اسود. ليش؟ يس قط اسود. اوكي هدول طبعا هني كل المهام، طبعا في 6 مهمات وبتنتهي بعد يومين. اوه يعني كل يومين بيغيروا المهام. استنوا طبعا كمان هدول الصناديق اللي هون، استنوا هدول الصناديق اللي هون كمان يعني كل يومين بيتغيروا. ليكو يومين وساعة، وها يومين وأربع ساعات. أوه يعني كل يومين يا جماعة بيتغير هذا بتتغير المهام زائد الصناديق، يب يعني بتتجدد. فا أوكي هلا طبعا خليني قاعد أشرح لكم المهام. فا أوكي طبعا أنا أوريدي سويت مهمتين من 6، فخليني قاعد أورجيكم أشرح لكم ياهن وبعدين رح نمر المهام اللي ضايلة. المهام ال ها ايش الاربعة اللي ضايلة. المهم سا ايش في؟ لا ايش في؟ لا ايش في؟ لا اوكي فعندنا طبعا هالمهمة بتقول find and purify 5 akumas and or akumatized characters. فطبعا يا جماعة هاي معناتها ان لازم اوكي خلي ترجم لكم اياها. اوجد او ابحث واوجد الفراشات السحرية والناس يعني الناس زي ايوه الناس كمان الاكوماتايزد اللي عندهم اكوما، الناس اللي كمان يعني بتجمعوهم مع الفراشات لو بتعرفوا زي ابديت جيرل وبوغ. فمعناتها انه لو بتكون قاعد تعملوا هالمهمة لازم تتفرجوا على الفيديو اللي عملت تبع انه جمع الفراشات السحرية. فا اوكي طبعا لما هون ليكو طبعا بالشاشة اللي وراي لما تطلع هون 5 من 5 اعرفوا انه خلص خلصتوا المهمة. فا اوكي بعدين عنا play 3 games alongside your pet، يعني لازم تلعبوا 3 العاب مع الحيوان الاليف تبعكم. هالمهمة كثير سهلة، اللي عليكم تعملوه انكم تفتحوا الموبايل تفتحوا تطبيق الحيوانات الاليفة واختاروا او خذوا يعني اي حيوان اليف عندكم، وبعدين روحوا العبوا 3 العاب او لعبة واحدة 3 مرات او لعبة مرتين لعبة اخرى مرة او لعبة مرة ولعبة مر مرة ولعبة اخرى مرة اللي بدكم. المهم جايز لازم تلعبوا 3 جولات من اي لعبة زي ما كانت حتى لو غيرتوها، يعني 3 جولات من نفس اللعبة او من العاب مختلفة. المهم لازم تلعبوا 3 العاب وانتوا معاكم حيوانكم الاليف، يعني لازم هون يكون جنبكم، مو ضروري جنبكم بس المهم تكونوا يعني هون. طبعا لازم هون تكون علامة الصح على حيوانكم الأليف،
لو كانت زي هيك معكم ولا حلو عليف هون مبينه بهذا اللون الجراي، فخلص اعرفوا انه ما رح تزبط معكم. على فكره هذا الحيوان اللي اسمه هابي هو اول حيوان كان عندي في اللعبه، ف يب شيء كثير حلو. هذا اول حيوان شريته ليكو. خلينا نشوف جايز متى ايش طبعا للاسف ما بيكتبوا السنه، بس حصلت عليه بيوم 9 جولاي. اوكي بعدين عنا، اوكي خلينا نرجع لفوق. فعنا هون finish 3 matches with 3 stars in the miraculous hunt mini game. هاي المهمة معناتها لازم اول شيء اترجمها بعدين حشرحها. اول شيء بيقولوا انه كمل 3 جولات مع 3 نجمات في لعبة البحث عن التعسوقة. فلعبة البحث عن التعسوقة هي لعبة عبارة عن متاهة اللي بتبحثوا فيها عن التعسوقات، ويعني لو لعبتوا فيها كثير منيح رح تحصلوا على 3 نجمات. فلازم تلعبوا هاي اللعبة، هاي تدخلوا هون جايز تلعبوا اللعبة. ف ها اوكي 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 جود نايت باي بوني بوني باي so cute. المهم فبعدين لما تفوتوا على هاللعبة يا جماعة لازم انكم تلعبوها 3 مرات، وبكل مرة من هدول 3 مرات لازم تحصلوا على 3 نجمات. هالمهمة صعبة شوي وبتاخد منكم كثير، سلطان رجع، المهم وبتاخد منكم كثير 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 يعني وقت وهيك. فلو بدكم يعني تخلصوا المهمة بدون ما تعملوها اضغطوا بس هون احضروا اعلان وبس تدا رح تحصل على الفلوس بدون ما تخلصوا مهمة. بعدين عنا play 3 matches of the miraculous hunt mini game. فلما رح تعملوا هاي المهمة الأولى رح تخلصوا المهمة الثانية كمان. يب وهالمهم ليش؟ لأنه رح تضربوا عصفورين بحجر، لأن المهمة الأولى بتقولكم العبوا 3 جولات، بس بشرط هدول 3 جولات لازم تاخدوا فيهم 3 نجمات. وهاي المهمة الثانية بتقولكم العبوا 3 مرات وخلص بدون ولا شرط. يعني الترجمة هي انه اوكي ويت play 3 matches of the miraculous hunt mini game، معناتها لازم تلعبوا 3 جولات من لعبة تبع البحث عن التعسوقات. فالمهمة زي ما قلت لكم رح تاخد مني كثير وقت، عشان هيك ما رح اعملها، وللأسف ما في زر تبع skip تبع عشان نمشي هالمهمة وما نعملها نحصل على الكوينز بدون ما نعملها، بس للأسف ما موجودة فخلص رح مشيها بس هيك. ما رح اعملها، بس انتو لو بدكم تخلصوا هالمهمة اعملوها، هيني شرحت لكم اياها. ولو عندكم اي سؤال اكتبوا لي اياه بالتعليقات. وعندنا بعدين هون play 5 games alongside your pet، يعني لازم guys تلعبوا 5 مرات 5 العاب مع حيوانكم الاليف. فهذا الاشي كمان كثير كثير سهل. المهم معناته لازم تلعبوا 5 جولات او يعني 5 العاب مع حيوانكم الاليف. هذا هو الشرح. ف يعني اعتقد انه يعني الاشي واضح كثير. وليش قلت لكم المهمه سهله؟ لانه زي هاي المهمه يعني لو لعبتوا هلا 3 مرات فرح يضلكم بس، استنوا كم مرات لازم تلعبوا؟ 5 مرات، فرح يضلكم بس 2، لانه انتوا اوريدي لعبتوا 3 مرات، فهلا ضايلكم 2، فرح تضربوا عصفورين كمان بحجره يعني بدون ما تعيدوا، فاهمين علي؟ فا اوكي بعدين عنا هلا اخر مهمه اللي هي combine 3 pets 1 time. هالمهمه كمان شوي صعبه، بس معناتها لازم تدمجوا 3 حيوانات بحيوان اليف واحد. فلازم يا جماعه رح اوكي رح اشرح لكم صراحه، ما رح اشرح لكم كثير منيح، انا ما رح اغوص بالتفاصيل لانه التفاصيل لو حكيت فيها رح يكون فيديو كثير طويل، لازمني 10 دقائق بس عشان اشرح هذا الموضوع. بس لو بدكم تعرفوا التفاصيل روحوا اليوتيوب واكتبوا اسراء جيمر هيك بالانجليزي، بعدين اكتبوا بالعربي دمج الحيوانات، هيك دمجوا الحيوانات، وبعدين اضغطوا على مكان البحث وابحثوا، رح تلاقوا كثير فيديوهات عملتها انا عن دمج الحيوانات. ويعني تبعوا هذيك الفيديوهات ورح تفهموا كيف تدمجوا حيواناتكم الاليفه وتصير حيوان اليف واحد، يا اما حيوان يركب حيوان الوانه مختلفه. المهم فبس هلا رح اشرح لكم يا جماعه بطريقه كثير يعني وواضحه، رح احاول لكم باختصار وبوضوح عشان الكل يفهم بسرعه، ولو ما فهمتوا زي ما قلت لكم اعملوا الحل اللي قلت لكم. فمثلا هذا الحيوان هذا
اوكي مو هاد. اوكي استنى الحين اول جديد. مثلا بدي ادمج ثلاث حيوانات، اوكي كيف رح ادمجهم؟ اوكي اول شيء خلي اعرف لكم عن هذا الشيء. طبعا دمج الحيوانات هو لما بتدمجوا ثلاث حيوانات اليفه وبيصير حيوان اليف واحد. بصير قاعد حيوان أليف واحد. فمثلاً بدي أدمج هذا مثلاً بدي أدمج هذا الحيوان أليف، بدي إياه يصير، بدي أدمج ثلاثة منه يصيروا واحد. فكيف رح أعمل؟ طبعاً يا جماعة لازمني، أوكي لو بدكم تدمجوا حيوان أليف واحد، يا الله ما بعرف جايز كيف بدي اشرح لكم بالتفصيل وباختصار. فلو بتكون جايز تدمجوا ثلاث حيوانات اليفه ويصيروا حيوان اليف واحد، لازم انكم يكون عندكم ثلاث حيوانات اليفه من صنف واحد. يعني مثلا بدي هذا الجمال او هذا مو جمال ما بعرف، المهم مثلا هذا الخروف، مثلا بدي هذا الخروف. فلازم يا جماعه يكون عندي ثلاث خرفان زي هيك، هيني عندي أربعة فرح نحتاج بس ثلاثة. هلأ هدول الثلاث خرفان اللي حدمجهم لازم يكون عندهم، يعني لازم يكون هون مكتوب خمسة عندهم كلهم. وبتعرفوا الحيوانات الأليفة بتكبر، لو بدكم كمان تعرفوا كيف تكبروا حيواناتكم الأليفة اكتبوا اليوتيوب إسراء جيمر تكبير الحيوانات الأليفة، وحتلاقوا فيديو بشرح لكم فيه كيف تكبروا حيواناتكم الأليفة بسرعة 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 بسرعة، يعني تكبروا 10 حيوانات بيوم واحد. فأنا رح تاخذوا هذا الحيوان وتكبروه لين ما يصير عمره خمسة، بعدين تاخذوا هاد كمان تكبروه لين ما يصير عمره خمسة، بعدين تاخذوا هاد تكبروه لين ما يصير عمره خمسة، وبعدين رح تاخذوا هذول الحيوانات ثلاثتهم. ولازم كمان تكون عندكم بطارية، اكيد بتكون موجودة عند الكل. بعدين ادخلوا على محل حيوانات الأليفة وادمجوا الحيوانات ثلاثتهم باستخدام البطارية اللي اكيد موجودة عند الكل، بس لو ما عندكم اياها فلازم تحصلوا عليها. ما بعرف كيف بس المهم لو بدكم اعملكم كمان عن هذا اكتبوا لي بالتعليقات. فاهم على فكرة بالآخر يعني بنهاية هدول الموضوع نجمع بنهاية هدول المهام كلهم رح تحصلوا على جائزة اللي هي صندوق. فأوكي طبعا هلأ لازم تفوتوا هون وتضغطوا هون وتضغطوا هون أو هون اللي عندكم. أنا عندي 38 بطارية بس ما عندي حيوانات ثلاثة يعني بدل ادمجها. بعدين اضغطوا على ثلاث حيوانات الأليفة هون رح يطلعوا لكم ثلاث حيوانات أليفة الكبيرة، وبعدين خلاص اضغطوا على أدفانس وخلاص رح تتبعوا خطوات وخلاص. بعدين رح تخلصوا المهمة لما تحصلوا على حيوان أليف واحد. طبعا الحيوانات الأليفة الثلاثة رح يختفوا رح يصيروا واحد، حيوان أليف واحد بيجنن لما تدمجوا ثلاثة بيصير واو. المهم طبعا بس هيك رح نخلص هذا الفيديو، ما تنسوا انكم تشتركوا بالقناة وكمان حطوا لايك للفيديو ولايك فيديو وبس بحبكم كثير وباي.